السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة طبخ أميرة المراكشية. اليوم غنقدم لكم بصيلة الدجاج بالطريقة المغربية التقليدية، كتجي الروعة في المدى. هي تبعوا معايا المراحل خطوة بخطوة حتى المبتدئات تنجح اليوم، جد مبسطة ولذيذة بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم وخلطوا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو دجاجة واحدة، كناخدوها كنغسلها مزيان وكنلقيوها وكنحيدو ليها الجلدة ديالها كتصبح لهذا الشكل. عندنا هنا كيلو تاع البصل كنقيو وكنقطعو على هذا الشكل. عندنا هنايا كاس ديال الماء درنا فيه قليل من الزعفران، عندنا 8 البيضات، ربطة تاع المعدنوس، معلقة صغيرة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال البزار مع معمراج، معلقة صغيرة حتى معلقة كبيرة ديال السمن بلدي، جوج معالق ديال السنيده، الملح حسب الذوق، ربعه العواد تاع القرفه، معلقه صغيره تاع السكنجبير، نص معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه كبيره ديال العسل، الزيت. بسم الله نبدا على بركه الله. كنصبوا القليل من الزيت تقريبا ربع كاس، كنصبوا عليه هذا البصل وتنتقوا هذا البصل حتى تتقلى بعض الشيء وتتنزل. من بعد عاد كنوضعوا الدجاج، كنديروا قليل من الملح تقريبا ملعقة صغيرة، دائما الملح حسب الذوق. بعد ما تقلات البصلة تنبات، الان كنوضعوا الدجاج كذلك وكنقليوه بعض الشيء باش كيجي لذيذ وبنين. كنبقاو كنقليو فيه، من بعد عاد نديرو العطريه مره مره، كنبقاو نحركو حتى يتقلى بعض الشيء. بعد ما تقلى الدجاج بعض الشيء كنوضعوا العطريه هذا البزار، سكنجبير، خرقوم، قرفه، قرفاوات. ما كنحاولوش نكثروا القرفه غبره باش هاد القرفه المرق ما يجيناش كحل. كنضيفو كنديرو هاد الكاس ها هو تاع الزعفران، نص الكمية ديال المعدنوس ونص الكمية الأخرى، هاد الكمية كتبقى باش كنديروها في البيض. كنمزجو هاد العطرية مزيان مع الدجاج، كنبقاو نمزجو فيها حتى تمتاجج مزيان. بعد ما مزجنا العطرية مع الدجاج كناخدو هاد كاس الماء وكنصبوه من الجوانب وكنتركو الدجاج ديالنا كيطيب، ومرة مرة نراقبوه حتى تيطيب لينا الدجاج مزيان وكنحركوه باش تزيد تشرب هاد المرق وهاد العطريه يشرب الدجاج. كنديرو على هاد الشكل وكنتركوه حتى يطيب مزيان وتكون نار متوسطه. واحد النقطه مهمه بالنسبه ليا، نسيت ماده السمن، الان غادي نديروه ونتركو الدجاج ديالنا كيطيب. بسم الله، بعد ما طاب الدجاج الان غادي نحيدوه باش نتركوه جانبا حتى يبرد وكنردوه في قطع. كنتركو هاد المرقة، هاد المرقة كنتركوها حتى تتشحر مزيان باش نوضعو فيها البيض. الآن قبل ما تتشحر كنضيفو ليها الزبدة بهاد الشكل، هاهي كنضيفو معلقة حتى جوج معلقات عسل كذلك، معلقة سنيدة، هنا جوج عندنا معاق كناخدو معلقة كبيرة أخرى كنتركوها حتى تيديروها في البيض، كنتركو هاد الخليط ديالنا حتى تيتشحر مزيان، عاد نضيفو البيض. الآن بعد ما برد الدجاج كناخدو على هاد الشكل
كناخدو كنقطعو قطع على هذا الشكل، كنبقاو الدجاج كنفرتو فيه كيكون مفرتش بزاف صغيور متوسط على هذا الشكل، وكنبقاو مستمرين حتى تنكملو الدجاج ديالنا كله على هذا الشكل. بعد ما فرتنا الدجاج على صبح على هذا الشكل، الان غادي معلقه كبيره اللي طكنا ديال السنيده، كنديرو كذلك معلقه صغيره ديال القرفه، وهذا اختياري حيت كيجي فيه واحد اللذه بنينه بزاف. وكنمزجو كنمزجو هذا الخليط مزيان على هذا الشكل، وتنتركوه جانبا حتى نديرو في البصله ديالنا. الان بعد ما تشحرات لينا المرقه والتعلكات كيف ما تلاحظوا، كناخذوا هذا المعنوس كنصبوه كاملو اللي بقى لينا، كنمزجو الخليط على هذا الشكل. كتلاحظوا المرق راه معلكه، البيض بعد ما طربناه هو على هذا الشكل. كناخذوا البيض وكنصبوه مره واحده، لان باش ما يجيش لنا معجن وكيجي قطع قطع وكيجي مفرز وكيجي مزيان، كنصبوه على هذا الشكل وكنحركوا بلاتي هي احسن. هو كيغلى حنا كنحركوا نحسوا بان راه البيض طاب شويه، كنعاودوا نصبوا واحد الكميه وكنبقاو مستمرين على هذا الشكل هو تيطيب لينا البيض. كنحركوه بشويه وكتكون البوطه تقريبا مجهده ماشي ناقصه بزاف، حنا كنحركوه كنبقى نحركوه. هذا هي التقنيه على هذا الشكل، يعني نوريكم هكذا هكذا باش يطيب كيبان مفرز قطع طريف قطع قطع، وكنبقاو مستمرين على هذا الشكل تنكملو جميع البيض اللي عندنا، مكنصبوش مرة واحدة. كنبقاو نصبو البيض بمجرد ما كيطيب هاديك اللول، كنعاودو نصبو مرة تانية وما كنوقفوش على التحراك باش ما يتحرق لنا البيض من التحت. انتم كي كتلاحظوا كنحركوا على هذا الشكل ماشي كنمزجوا على هذا الشكل، على هذا الشكل هكا كيطيب لينا. بعد ما صبينا البيض كاملو كيف ما تلاحظوا البيض عندنا مفرز ما داير ما مخلطش، يعني هو على هذا الشكل. الان كنتركوه على النار وكنحركوه مره مره حتى تينشف من هذا المرق، من بعد عاد باش نعمرو به البصله ديالنا. كنبقاو مستمرين كنحركو مكنتركوش باش ما يتحرق ليناش، هانتوما تحرك كيفاش كيكون على هاد الشكل. كيف ما تلاحظوا البيض ما بقاش فيه حس بالمرق، لان كنتركوه على نار تكون مهيله وحنا كنحركوه حتى تينشف لينا من المرق. هاهو على هاد الشكل ما فيه والو المرق ناشف. الان غنطفي عليه النار ونتركو حتى يبرد باش نعملو في البسطيله. بالنسبه لعقده اللوز كنحتاجو 600 غرام تاع اللوز. هاد اللوز خديناه ونقيناه من القشور ديالو وصبح نظيف، ومن بعد اقليناه في الزيت. واحد النقطه مهمه، حيت ملي نقليوه في الزيت كنوضعوه في زيت تكون بارده، الا وضعناه في زيت سخونه كيتحمر وكيتحرق وما كيطيبش لنا من الداخل. عندنا 150 غرام ديال السكر سنيده، اي سكر خشن، معلقه حتى جوج معالق ديال الزهر، معلقه كبيره ديال القرفه، قرفه يعني غبره. بسم الله على بركه الله كناخذو كناخذو نص ديالو على هذا الشكل، وكناخذو نص تاع سنيده باش كيجينا هذا اللوز معلق، وكنطحنوه. بسم الله. بعد ما طحنا اللوز صبح على هذا الشكل كما كتلاحظوا، كنحاولوا نطحنوا على هذا الشكل هو، ما كنهرمشوش ما كنطحنوش بزاف باش ما يجينا معجن، وكنطحنوا النص بالنص باش يتهرمش لينا مزيان. ملي طحنا كامل غادي يقدر يتعجل لينا. كنصبوه على هذا الشكل كما كتلاحظوا، كنحاولوا نخليوه شي شويه مهرمش، وكنطحنوا النصف الاخر. كنضيفوا الكميه المتبقيه تاع سنيده.
بعد ما طحنا اللوز كناخذ هذه القرفه على هذا الشكل، كندوش هذه القرفه مزيان باش تعطينا واحد اللذه بنينه بزاف مع السكر. ويمكن اللي عنده حتى مسكه يدير واحد القليل منه المسكه في هذا اللوز، حتى هي كتجي لذيذه وبنينه. شيت الزهر وكنبجو هذا الخليط مزيان وتنطرقوه جانبا حتى نعمرو به البسطيله. بالنسبه للورقه باش نجمعو البسطيله على هذا الشكل كتكون كبيره، من الافضل تكون جديده. كنحتاجو تقريبا 600 حتى 700 غرام ديال الورقه وتكون جديده، من الافضل. وعندنا هنايا زبده مذابه تقريبا 80 غرام، تناخدوها كندوبوها الزيت زيت نباتي. بسم الله، بعد ما صبح الكل جاهز كناخدو هذا الطبق كنرشوها بقليل من الزيت لهذا الشكل، قليل من الزبده كناخدو هذه الورقه كنحلو فيها على هذا الشكل. والورقه اللي حيدناها كنوضعها في الميكا باش ما تيبسليناش. كناخدو هذا الموضع الحرش، كاين موضع حرش هو كنديروه لداخل وكنبقاو نفرشوه على هذا الشكل. انتما كي كتلاحظوا دائما موضع الحرش كيكون لداخل. هما ورقه اخرى انتما على هذا الشكل. خدينا ربعة هنايا كندهنو بالزبدة، كنرشو بشوية الزيت بهاد الشكل، كندهنو بالزبدة باش هاد الورقة تجي رطبة. كناخدو وحدة في الوسط كندهنو بقليل من الزبده، كناخدو الحشوه الاولى اللي كنديرو هو الدجاج، هو كنبقاو نستفوه هكا كنوضعو دائري. بعد ما وضعنا الدجاج كنحاولو نوضعو البيض كذلك كنستفوه مزيان. بعد ما وضعنا البيض الان كنحاولوا نوضعوا اللوز. كنحاولوا نسرحوه مزيان على هذا الشكل. بعد ما وضعنا اللوز كناخذوا الزبده كنحاولوا كنرشوا هذا اللوز بقليل من الزبده باش ما كيجيناش هاد اللوز حاشف على هذا الشكل. الان كنحاولوا نجمعوا البسطيله ديالنا بهذا الشكل. كنحاولوا ندهنوها باي قليل من البيض نقيو الجناب كذا، كنجيبو كلشي للقدام كنحاول نديو هكذا وندهنو. حنا كنجمعو كنجيب هاد الورق البسطيله
نحاول نجمع هاد الوراق كلهم القدام على هاد الشكل. هاد الشيء هي كنلاقيو بالبيض. كنجمع هكا هاد الجبهة الكل للقدام. انتما كي كتلاحظوا كنحاولوا ندهنوها، بعد ما دهنا على هاد الشكل كناخدو داك القليل من الزبده لان هاد الورقه تيبس لينا هكذا. الان كناخدو هاد الصفار ديال البيض كنحاولو كنطلعو في الجميع وكنبداو نجمعو هاد البسطيله مزيان على هاد الشكل. كنلمطو هكا باش تاخد لينا الشكل الدائري. كما كتلاحظو كنعاودو نقلبو على هاد الشكل. كنبقاو مستمرين على هاد الشكل هنا حتى نكملو هاد البسطيلة ديالنا. هانتوما كي كنجمعو كنحاولو نجمعو هنا كنخشيو هادا مزيان لداخل كنقادو. بعد ما جمعنا البسطيله صبحت على هذا الشكل كناخذوا الزبده كندهنوا بها مزيان. كنحاولوا كنضربوا وحده في الوسط كنجمعوا بها كذلك. باش يجينا المنظر ديالها مقد كناخدو الزيت وكندهنوها من الفوق مزيان على هاد الشكل وكندخلوها للفران كنراقبوها حتى تطيب لنا من جميع الجوانب وكتحمر لنا. الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا بعد ما خرجناها من الفران حاولنا نزوقوها ودائما تزين حسب الذوق اي واحد. هاد البسطيله كنتمنى تعجبكم، راه كتجي بنينه ولذيذه بزاف وتقليديه ومصايبه على حقها وطريقه. غير جربوها، كنتمنى تعجبكم وغادي تعجبكم. هي جربوها بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.